توقعاتك ايه لماتش الاهلي وكايزر تشيفز النهارده؟ لو الاهلي لعب بطريقه ماتش سان داونز اكيد هيكسب، يعني لو نزل ضاغط في اول الماتش اقل حاجه الاهلي يكسبها ممكن 3-0 4-0. الاهلي يخسر ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي ان شاء الله. ايه توقعاتك للماتش النهارده؟ 2-1 ان شاء الله. ليه 2-1؟ الاهلي طبعا اقوى والفرقه الثانيه ملهاش اي تاريخ. انا زملكاوي. يعني مش هتشجع الكره الحلوه؟ لا لا لا، حسن انا زملكاوي لعيبا قبل مشجع كمان، فانا ما بشجعش الاهلي تحت اي احتمال. حتى تحت اي احتمال يعني حتى لو لعب كويس؟ لا لعب كويس دي حاجه ماشي اوكي، ده لنفسه انا مش انا اتمنى ان هو يخسر. الزمالك طبعا. وهتشجع مين النهارده في الماتش؟ اكيد ان شاء الله الاهلي. الاهلي ان شاء الله. توقعاتك ايه للمباراه؟ ممكن 2-0 الاهلي ان شاء الله. انا زملكاوي. وهتشجع مين النهارده؟ الاهلي. توقعاتك للماتش؟ الاهلي هيكسب 2-0. لا ان شاء الله الاهلي هيجيب لنا العشرة باذن الله، يجيب لنا العشرة ونكسب 3-1 2-1 4-0 ان شاء الله. يعني ان شاء الله الاهلي ياخد البطوله باذن الله وتبقى العشرة ويفرحنا كلنا ويفرح جماهير الاهلي العظيمه. مين اللاعب الفريق اللي ممكن يبقى في الماتش النهارده؟ محمد شريف قفشه على طول، لو الشناوي في حالته وطبيعته اكيد مش هيغلط والاهلي مش هيخش فيه اي جول. هيبقى محمد شريف ان شاء الله جونين. يعني انت شايف ان محمد شريف هو اللاعب اللي هيبقى فارق النهارده في الماتش؟ طبعا قوي وسريع وقلبه جامد على جون. قفشه طبعا هو اللي بيفرق معاهم في كل حاجه، محمد شريف ملوش حل. في اجماع النهارده على قفشه. ان شاء الله قفشه وشريف ان شاء الله. متوقع النهارده ان محمد شريف هيفرق معاهم قوي النهارده يعني في الهجوم. وان برضو علي ديانج في وسط الملعب مع قفشه هيبقى نهائي كويس قوي للاهلي. قفشه ان هو دايما بمسك كرة كويس في نص الملعب، بيخلي نص الملعب دايما مظبوط، ومعلول برضو دايما بيعمل اوفرات كويسه واسيستات كويسه. محمد شريف ان شاء الله يجيب لنا الاهداف، هنفرق باذن الله كتير جامد. يعني بص صعب ان انت تقول لاعب فارق، انت عندك الاهلي كله نجوم، وفي طبعا محمد شريف ممكن يبقى طبعا من اكتر الناس اللي يعني هتتألق بكره ان شاء النهارده ان شاء الله. قفشه طبعا، الشناوي ربنا يبارك لنا فيه وان شاء الله نكسب الماتش، يكون فرق سكور ان شاء الله وناخد البطوله.